مساء الخير أحبائي وأعزائي، سر جديد من أسرار مكالمة الدكتورة ساري نسيم والأنبا سيدي روس أسقف كنائس عزبة النخل. جميع من سمع المكالمة ما بين الدكتورة ساري نسيم والأنبا سيدي روس أسقف كنائس عزبة النخيل أو عزبة النخل يؤكد بأنها محاولة توريط للأسقف، وأن من قام بها ليست إنسانة بسيطة، لكن جهة ما غير معروفة استخدمت اسم وصوت الفتاة، وده اللي أنا قلته لكم وأنتم ما صدقتوش. مكالمة المفروض مسجلة من سالي نسيم فتاة كومومبو مع الأنبا سيدي روس أسقف كنائس عزبة النخل، حيث استدركته سالي وسجلت له المكالمة لأنه طعن في شرفها. وقال في أحد اجتماعاته بالكنيسة أن فتاة كومومبو قد أخطأت مع الدليفري عامل توصيل طلبات بالمنازل. والغريب في المكالمة أنه ذكر فتاة أخرى بنت كاهن قد فعلت ذلك أيضا مع عامل دليفري آخر، وهو يحاول أن يبرر موقفه أمام سالي. أعتقد أن المكالمة مسجلة من جهة عليا، وصوت البنت التي تقول أنها سالي نسيم بلهجة قاهرية، ولا يوجد أي إشارة في كلامها تدل على اللهجة الصعيدية. ده أول حاجة مطلوب من الكنيسة الرد على هذه المكالمة وفيديو الأنبا سيدي روس في الكنيسة، والذي اتهم فيه سالي نسيم بأنها على إقامة علاقة مع عامل ديليفري ولذلك هربت. على الجانب الآخر، حلل الناشط المعروف رامي كامل المكالمة ما بين الدكتورة سالي نسيم والنيافة الأنبا سيدي روس قائلا: تحليل خطاب المكالمة اللي نشرها معاذ عليان على مسؤوليته بدعوى أنها تخص الدكتورة سالي نسيم مع أحد أساقفة الكنيسة القبطية. المكالمة كانت تحمل عتاب من سالي بحسب ما فهمت من فحوي الحديث للأسقف، لأنه خاض في عرضها وادعى عليها ما ليس فيها، وأكدت عليه أنها قامت بالتسجيل وسوف تنشر، وبالتالي تقع المسؤولية على من نشر. وما قدمه هو تحليل، واللي أنا بقدمه دلوقتي هو تحليل الخطاب. أولا، استخدمت سالي نسيم ألفاظا مسيحية بحتة تتنافى مع ادعت اعتناقه من عقيدة جديدة، وهي تقول يا سيدنا ونيافتك، وهي بحسب ما أرى يوضح القناعات الحقيقية لسالي نسيم، وهو ما سبق ونشرته أنها من أعمقها مسيحية جدا. عتاب سالي نسيم للأسقف حمل في طيته رجاء للبنوة، فهي لم تنتظر أن يخوض أحد آباء الأساقفة في عرضها، ولو تخيلت للحظة أنها تحولت دينيا فهذا الرجل الذي اعتبرته هو عدو لعقيدتها الجديدة، فماذا ننتظر من عدو؟ أن يمدحنا. لكن سالي نسيم رأته أب، وبعد عن زيارة المحامين يستغلوها لعمل شو إعلامي. ثالث حاجة، أكدت سالي نسيم للأسقف أنه يرجع لأهلها، وهو ما يحمل انتظار منها لباركة أمل أن يتدخل من يصلح ذات البين وأن يكون وسيط وحكم تأمن له، وحتى وإن كان التدخل للتأكد من أن معلوماته خطأ لكنها ألمحت أنه يتدخل. حاجة تانية، ظهر عناد الدكتورة سالي نسيم في آخر دقيقة حين اتخذت من تغيير عقيدتها سلاح هجومي للمكايدة، بأنها أكدت للأسقف أنها غيرت دينها، أن سالي نسيم بحسب التسجيل المنشور لازالت تعاقب كل من ترى أنه أهانها، ولازالت النار داخلها لم تهدأ وتحتاج للهدوء لتحسم موقفها. فالتي تكلمت في هذا التسجيل إنسانة مقهورة، مؤمنة أن كسر من يقف في طريقها يكون عبر بوابة تغيير الدين. فرفقا بالفتى أبشالوم، ورفقا بالفتاة سالي نسيم. الحقيقة الأمر بقى يعني زيطة، والزيطة بيضة. طيب، مسيحي يرفض خروج سالي نسيم للبث المباشر. علق أحد النشطاء الأقباط على مطالبة بعض المسيحيين خروج الدكتورة سالي نسيم في بث مباشر قائلا:
حكاية المطالبة بأن سالي نسيم تخرج في بث مباشر وتقول إنها أسلمت بمحض إرادتها وعن قناعة كاملة، هذا إن دل فيدل على سذاجة ما هي حاجتنا حتى نعرف أنها أسلمت وهي في بث مباشر بالصوت والصورة. فهي أعلنت ذلك عندما اتصلت بوالدها ووالدتها وأختها وأخبرتهم بهذا القرار. وأسرتها أعلنت في القنوات سواء على سي تي في أو الكرمة أنها أسلمت. وأختها زوجة أبونا شنودة قالت لنفس القنوات إن باباها تعب والسكر زاد عليه، وهي بنفسها تحدثت مع سيدنا نيابة الأنبا سيدي روس وأخبرته إنها أسلمت عن قناعة. ثم قال لو خرجت سالي نسيم علينا بفيديو وقالت إنها أسلمت هنهبط أو هنتبط؟ طب إيه اللي هيحصل؟ ونسكت يعني ولا هيطلعونا جابزة علم أو فراسة الوجه ويقولوا إنها واخدة مخدر وعينها زايغة شمال ويمين وشفايفها بترجف وإيديها بترتعش؟ شو اللي يقول إنها تحت تأثير التنويم المغناطيسي؟ يا جماعة يا أهل الخير، سالي نسيم أنقرت المسيح بمحض إرادتها وده حقها، وما يتكتبش ولا يتبكي عليها وده حقنا. وما تفتكروش إنها بإصرارها على اعتناق الإسلام ستأتي في يوم من الأيام وتقعد مع نفسها وتقول كم من أيير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، أقوم وأذهب إلى أبي وأقول أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجرائك سيحصل منها كده، وأتشتهي أن تأكل من الخرنوب طعم الخنازير. ونكرر ونقول سالي نسيم مش آخر واحدة تشهر إسلامها، ليه نعمل منها أيقونة؟ هي يعني مش العفيفة الطاهرة القديسة ديميانا ولا هي النبيلة القديسة أنستاسيا؟ كلام جميل. تعليق على مكالمة الدكتورة سالي نسيم والأنبا سيدي روس أسقف كنائس عدل النخل، جميع من سمع المكالمة ما بين الدكتورة سالي نسيم والأنبا سيدي روس بيؤكد إنها محاولة لتوريط الأسقف وأن من قام بها ليست إنسانة بسيطة. مكالمة المفروض مسجلة من سالي نسيم قناة فتاة كومومبو مع الأنبا سيدي روس أسقف كنائس عزبة النخل، واستدرجته سالي وسجلت له المكالمة لأنه طعن في شرفها وقال في أحد اجتماعاته بالكنيسة إن فتاة كومومبو قد أخطأت مع الدليفري عامل توصيل طلبات المنازل. والغريب في المكالمة إنه ذكر فتاة أخرى بنت أيضا كاهن قد فعلت ذلك مع عامل دليفري آخر، وهو يحاول أن يبرر موقفه أمام سالي. أعتقد أن المكالمة مسجلة من جهة عليا وإن ده مش صوتها. طيب بعد كده اللي احنا هنقوله ونعيده ونزيده كلام لا يصدق أبدا، وهنقول لا قيمة لخروج الدكتورة سالي نسيم أمام الكاميرات لتعلن إسلامها، فهي أصبحت مسلمة.